وللمزيد حول تخادم الميليشيات في العراق وحزب العمال الكردستاني ونفوذ الأخير في سنجار، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بك سيادة العميد خليل. بداية دعنا نبدأ من خبر تحذير وزارة الخارجية البريطانية رعاياها من السفر إلى العراق. السؤال هنا، بماذا يوحي ذلك في وقت تشيد حكومة السودان بما تسميه استتباب الأمن في البلاد خلال توليها السلطة؟ تفضل. حياك الله أخي الكريم. أخي، هذا المعلومة تؤكد أنه العراق لا يوجد فيه دولة، وهنالك ميليشيات هي من تحكم الدولة وتدير الملفات جميعا الأمنية والاقتصادية والسياسية. وعندما تجتث الدولة وجميع مؤسساتها، هذا يعني أنه العراق دخل في مرحلة الحراب الداخلي، سواء كان على مستوى الشعب أو على مستوى تصدير الإرهاب إلى دول الجوار. اليوم لا يوجد هنالك أمان لا على العراقيين ولا على البعثات الدبلوماسية ولا على حتى الأحزاب نفسها. اليوم هنالك اقتتال حزبي بين هذه الفئة وتلك الفئة. إذن العراق هو عبارة عن نفق مظلم أو أسود، فاقد للأمن وفاقد لجميع مقومات الدولة والاستقرار. سيادة العميد، هل تعتقد أن دولا أخرى ستفعل ما فعلته لندن وتدعو مواطنيها مثلا إلى عدم السفر إلى العراق؟ هل هذا وارد؟ كل شيء وارد في عراق لا دولة. اليوم العراق الجميع يعترف أنه لا توجد هناك دولة، لا توجد هناك سلطة شرعية، لا توجد هنالك منظومات أمنية متكاملة تحقق غاية العراق وتضع أهمية وأمن العراق في نصب عينها. اليوم العراق عبارة عن مجموعة ميليشيات تتحكم في أمنه واقتصاده. لذلك ما يروج له في بعض الأحيان عن تقارير الأمم المتحدة وغيرها بأن الأمر مستقر، هم ينصدمون بين حين وآخر بين الجرائم وبين الإرهاب الساكن والمتحرك الذي تديره المجموعات الإرهابية المتمثلة بأحزاب السلطة وميليشياتها. طيب، إلى أي مدى ترى أن العراق أمام سيناريو عزلة جديدة يتهدده بسبب تغول سلطة الميليشيات؟ حاليا العراق لا يمكن عزله أخي الكريم، لأنه المنظومة العالمية التي تقودها أمريكا وبعض الدول الغربية مع بريطانيا يريدون لهذا النظام أن يستمر. استمرار هذا النظام يعني تهديد المنطقة بالكامل، تهديد دول الجوار سواء السعودية ودول الخليج وتركيا وحتى الأردن وغيرها. وشاهدنا ماذا حدث عندما تم إعطاء حرية الحركة لحزب البعث الأردني الذي ليس له علاقة بالعراق، كيف قامت ولم تقعد الميليشيات الطائفية بتهديد الأردن وتهديد مصالحه. لذلك الوضع في العراق وضع مأساوي، وجميع دول العالم تعرف هذا وتدرك هذا الأمر، ولكنهم يتغاضون حفاظا على مصالحهم ومشروعهم في تفتيت المجتمع العراقي ووحدة أراضي. نعم سيد خليل، بحسب معهد كارنيجي فإن العلاقات بين ميليشيا بيكيكي وحزب الاتحاد الكردستاني من جهة ثانية، هذه العلاقات لا تزال متواصلة ومستمرة. السؤال هنا، هذا التعاون ما دوافعه رغم أنه يعد انتهاكا للسيادة العراقية؟ أخي، التعاون بين تنظيم البيكيكي الإرهابي وحزب طالبان يستطيع أن يسمي بالتخادم الأصفر الذي تجتمع فيه الغايات اللاشرعية على حساب تمزيق جغرافيات العراق الشمالية. وهكذا علاقات تخادمية لم ولن تنتهي. فحزب الطالبان يسعى للاستحواذ على السلطة في كردستان العراق بأي ثمن. ومفهوم السلطة لديه يشمل كل شيء، جانب اقتصادي والأمني والسياسي، ومن ثم هزيمة خصم التقليدي الحزب الديمقراطي الكردستاني. أما حزب البيكيكي الإرهابي هو يتخذ هذا التعاون وسيلة لتحقيق غايات التوسعية في الفضاء الكردي لمواجهة تركيا. وبهذا التعاون الأصفر بينهما قد وقع العراق بين مطرقة الأطماع الشخصية للاتحاد الوطني وسندان الغايات العلمانية الماركسية الإرهابية للحزب البيكيكي، ليكون ثمن تعاونهم انتهاك السيادة العراقية بجميع مفاصلها. لكن ما الهدف باعتقادكم، ما هدف إيران من دعم ميليشيا حزب العمال الكردستاني في العراق واحتضانها وتمويلها، خاصة وأن مصادر تركية أكدت نقل حزب العمال الكردستاني معسكره الرئيس من العراق إلى إيران؟ كيف تقرأ هذه الخطوة؟ أخي، النظام الإيراني منذ مجيء خميني للسلطة واليوم من هذا يسير وفق استراتيجية التدرج في
في ثلاث محاور، منها تمهيد الجغرافيات وتغيير طوبوغرافيتها، وايضا ايجاد مناطق قلقه امنيا وتوظيف ملفاتها. نعم. والمحور الثالث هو انشاء واستحداث ودعم ميليشيات متعدده ومتنوعه التوجه والعقيده، فمنها طائفيه والعرقيه واخرى علمانيه ماركسيه كما هو الحال مع البككه. ايران تستطيع عن طريق البككه بتامين سيطرتها على جغرافيات شمال العراق، ربطها بشمال شرق سوريا، وتحقيق مفهوم التلاحق الجغرافي بين ايران والعراق وسوريا، وبهذا يتم نقل السلاح والمعدات والمخدرات. ايضا توظف ملف البككه كورقه ضغط تفاوضيه مع تركيا، وكذلك ورقه ضغط على حزب الديمقراطي الكردستاني بالقبول بشروط حكومه الاطار التنسيقي. نعم. وايضا سنشاهد استفاده من البككه في رصد تحركات المعارضه الايرانيه في شمال العراق وتوظيفها لاستهداف هذه القيادات، ونلاحظ هنالك تحشيدات ايرانيه حاليه قرب الحدود العراقيه الشماليه. نعم. هذه المصادر البككه سيتم استهداف هذه القيادات المعارضه الايرانيه الموجوده في شمال العراق. نعم. اما بالنسبه لنقل معسكرهم البككه من العراق الى ايران، فهذه خطوه اجباريه بالنسبه للبككه جراء الهجمات واستهدافات تركيا الدقيقه لمقار وقيادات حزب البككه الارهابي. ومن جانب اخر هي خطوه في نقل السيطره المركزيه لعمليات البككه الى قياده الحرس الثوري الايراني لغرض توسيع مهامه في دول الجوار، بالاضافه الى تنفيذ عمليات مستقبليه داخل الجغرافيا الايرانيه الكرديه لتصفيه المعارضه بالنسبه للنظام الايراني. نعم. سيد خليل، الحزب الديمقراطي الكردستاني طالب اكثر من مره الحكومه في بغداد، طلبها بالعمل على ابعاد ميليشيا حزب العمال الكردستاني من سنجار. باعتقادك لماذا تتقاعس الحكومات المتعاقبه عن اخذ خطوه جاده في هذا الامر؟ اخي، الحكومه هي جزء من مفهوم الدوله، والدوله العراقيه منذ عام 2003 تم اجتثاثها بجميع مؤسساتها واستبدالها بنظام تحالف حزبي ميليشياوي، وبات العراق حاضنا المشاريع الطائفيه والحزبيه اللي تتخذ الارهاب الساكن والمتحرك نهجا وسلوكا في ايديولوجيتها. لذلك مطالبات الحزب الديمقراطي من الحكومات المتعاقبه بابعاد البككه من سنجار او غيرها في شمال العراق هي مضيعه للوقت والجهد، لان قرار البقاء والابعاد هو قرار ايراني وليس عراقي، وفاقد الشيء لا يعطي. فجميع حكومات الاحتلال المتعاقبه منذ 2003 وليومنا هذا تندرج ضمن العاجز والمستفيد والمتعاون والحاقد والولاي. وهذا الخماسي الظلامي هو معول الشر بيد رأس الإرهاب في إيران لتدمير العراق والعراقيين. من بغداد كنت معنا عبر الهاتف مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، شكرا جزيلا لك.